فلا شك أن الناس يتفاوتون تفاوتا عظيما في التصور، ومن ثم يتفاوتون تفاوتا عظيما في الإيمان. أترى مثلا إيمان الواحد من السلف كإيمان الواحد منا، مع أن الجنة محجوبة لم يرها سلفنا، وكذلك نحن ما رأيناها، والنار أيضا ما رآها سلفنا ونحن أيضا ما رأيناها، فكم بيننا وبينهم من الإيمان بالجنة والنار؟ ومن هذا التصور كان الواحد منهم لقوة إيمانه يستطيع أن يستحضر النار وأن يرى عذاب أهلها، ويستطيع أن يستحضر الجنة ويرى نعيم أهلها. فما الذي جعل هذا التفاوت الكبير بيننا وبينهم، مع أنني كما قلت لكم المسألة محجوبة عنا كما هي محجوبة عنهم؟ هم رحمة الله عليهم ورضي الله عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانت عندهم قوة التصور عالية جدا. يعني مثلا حنظلة، والحديث أنتم تعرفونه جميعا وفي صحيح مسلم، لما ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال نافق حنظلة، قال أبو بكر وما ذاك؟ ما هو السبب يعني أنك منافق؟ قال نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيتكلم عن الجنة والنار فكأن رأي عين، فإذا ذهبنا إلى الأولاد عافسنا الأولاد والنساء والضيعات نسينا كثيرا مما سمعنا. فهذا هو النفاق الظاهري، أن تكون في حال ثم تنتكس عكس الحال الأولى، يقول لك إيه أظهر بخلاف ما يبطن. فظن حنظلة أنهم عند النبي عليه الصلاة والسلام يظهرون البكاء وإذا ذهبوا إلى الأولاد يضحكون مع الأولاد ومع النساء، والرجل يجري وراء عياله ويطلع لسانه ومش عارف يعمل إيه وخليه ألا ده أنا من 10 دقائق كنت أبكي بكاء الثكلة، ما بين 10 دقائق البكاء أروح أضحك مع العيال وأركب الوضع على ظهري وأعمل جمل ومش عارف إيه والكلام ده؟ هل لك هو ده النفاق؟ أن تظهر خلاف ما تبطل، لكن لأنك لو كنت صادقا لبكيت عمرك كله، أن تبقى على حال واحد. فهو ده الذي أزعج حنظلة، فقال أبو بكر وإني والله لا أجد ذلك، ما أنا كده كمان، تعال بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وده يدلك على وده أحد الفروق الجوهرية بيننا وبينهم. لم يكتفي أبو بكر الصديق بمعرفة حال نفسه، ولم يقل له أبدا هذا شيء يعترض المرء والإنسان الإيمان يزيد وينقص مش عارف إيه ويطلع، قال له لا دي مسألة خطيرة، إذا كانت مسألة عندك أنت بتسمى نفاقا يبقى لازم نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونعرض عليه الحال. حتى في هذه يعني الرجوع إلى الدين يكون حتى في شسع النعل، هو ده الفرق. أنت لما تيجي تقول لي أنا وإنت كلنا مش قادرين نحس بحاجة، ليه؟ لأننا لم نعبد الله كما أمرنا، حياتنا كلها مخالفات، لم تكن حياتهم كذلك. فلذلك رزقوا حسن التصور اللي هو جاب الإيمان الصحيح. إحنا حياتنا مليانة مخالفات أنا وإنت وكلنا، وبعدين بعد هذه المخالفات والتي بعضنا مقيم عليها وهو يعلم أنها حرام ومقيم عليها برضه، وبعدين عايز يتصور تصورا صحيحا ثم يؤمن ويانا صحيحا، هيهات. إن الغراب لا يكون أبيض، الغراب أسود على طول. عشان كده لم يتكل أبو بكر على لا صحبته من النبي صلى الله عليه وسلم ولا قربه منه ولا لشهادة النبي له عليه الصلاة والسلام، بل كان إذا شهد للواحد منهم يزداد خوفا. وظن أبو بكر الصديق ما نقدرش يحط حد فوق، هو رقم واحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هو رقم واحد في الأمة كلها بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يرجع له في كل حاجة.
راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام، والله نافق حنظلة، برضو رفع الشعار، نافق حنظلة، المسألة المزعجة التي يخاف منه. قال وما ذاك؟ قال يا رسول الله نكون معك، تحدثنا عن الجنة والنار، فكأن رأى عين، أشوف بعين. لما يصف له الحور العين أو عنقود أو يصف له البراق اللي ورد في بعض الآثار، يعني إن هو وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، يعني آخر واحد هيدخل الجنة، آخر واحد له قد الدنيا 10 مرات. طب ده لو عايز يطوف على الملك بتاعه كده يتفسح فيه، هيمشي على رجليه ولا هيركب ايه بالظبط؟ 10 مرات قد الدنيا 10 مرات. انت لو عايز تلف العالم كله الان ومعك طيارة نفاثة ولا كونكورد اللي هي اسرع من الصوت 3 مرات ولا الكلام ده، ولغوها علشان بتهز المباني وهي نازلة، طيارات كونكورد اظن اتلغت، يعني كنت قرات بحث انها اتلغت، ليه بتهز المباني وهي نازلة؟ فخافوا بسبب ان النفاثات بتاعتها قوية جدا يعني. فانت تعمل ايه؟ بعض الاثار كده يعني مش ايه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ان كل واحد له براق، تمام، تركب البراق وتلف، فده اخر واحد عشر قد الدنيا 10 مرات، وما الاول واحد يبقى له ايه يعني حاجه كبيره. فاذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ما في الجنه من شجره الا وساقها من ذهب، عيار كام؟ ها تقعد انت تتامل بقى وتقول تصور كل شجره ذهب، يعني الواحد لو باع الذهب اللي عنده ده تالي يبقى مليونير، ها، وبعدين ملطها المسك وحشيشها الزعفران. النبي عليه الصلاه والسلام لما يصف على طول القلب الموجه على طول تبص لي انت شايف الحقيقه، وده بيرجع الى برضه حسن العالم في الوصف وفي توصيل المعلومه، يعني في واحد ممكن يعيشك المنظر بالضبط او الحاله بالضبط وتبقى عايش معاه وناسي نفسك، وواحد تاني ما تعرفش تاخد منه حاجه. وبعدين لما نرجع الى الاولاد والنساء والزوجات بننسى اللي انت بتقول. قال يا حنظلة لو تكونون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم. من كثرة بقى الإقبال على الله عبد بالضبط كما أراد الله، عبد كما أراد الله. لو أنت وصلت إلى هذه الحالة الملائكة تصافحك في الطريق وانت قاعد على السرير بتاعك، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، يعني اجعلها ساعة وساعة، ده تقدير الكلام، يعني ساعة وساعة، ساعة وساعة. يبقى إذن أن نجعلها ساعة وساعة هذا من مقصود الشرع، أنك أنت تلعب مع الأولاد وتنسى القصة كلها، الشرع يريد منك هذا، لأن تركيبتك يوم خلقت لا تقبل إلا هذا. فلو حاولت أنك أنت تعارض أصل الخلقة ستنكسر على طول. يعني أنا مخلوق لابد أن يكون في قلبي جانب لله واللعب، ما تعرفش تبقى جد. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن السبيل الواحدة حتى لو كان في العبادة،